ملتقى لوغوس الثالث لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العودة إلى الجذور أغسطس 2022. كان الملتقى ده نحن أخذنا إبراشيات جديدة ما دخلتش معانا في ملتقى 2018، ابتدينا نرتب تذاكر طيرانهم ووصولهم. أنا اسمي صوفيا من يونايتد ستيتس. اليوم وصلنا لوغوس كان يوم جميل جدا. أول حاجة لما دخلت لوغوس حسيت أنا كنت مبسوطة جدا وحسيت بالسلام. أنا حسيت إن قابلت أصحابي ما شفتهمش من زمن، ده أول مرة كنا شفنا بعض، بس كان عارفين اسمي، عارفين أنا منين. حسيت مبسوطة ومرتاحة من أول دقيقة دخلت في لوغوس. فتحنا الباب الأول لقينا كان فيه كمية هدايا. كنت مش قادرة أصدق، بس كان مفيش أي إحساس كده، إحساس حب حقيقة، عشان يتعبوا ويعملوا كل حاجة ده بس عشان نفرح. كل حد عمال يقول وصلنا على بيت بابا، وحقيقة أنا حسيت زي أنا وصلت على بيت بابا. أنا اسمي مونيكا وأنا من أبروشيد فيرجينيا USA. يوم 20 كان أول يوم لينا في لوغوس، وكان بداية أسبوع هفتقده كل حياتي. ابتدينا كلنا نتجمع جوه لوغوس، البيت بتاعنا اللي احنا مسمينه هوم. ابتدينا اليوم ده بانترودكشنز عشان نتعرف على الاورجنايزرز وعلى كل واحد ساعد في الملتقى ده، وبعد كده عملنا ايس بريكر وتعرفنا على بعض اكتر، وصداقتنا ابتدت من هنا. الايس بريكر كان عبارة عن كارد محطوط في حاجة اسمها جوي ميل. الجوي ميل بيبقى موجود على باب كل واحد فينا قدام الأوضة بتاعته، وكان على الكارد محطوط عليه اسم حد من ملتقى عليه شوكليت. وتجمعنا كلنا في مكان واحد، وبدأ كل واحد يدور على الاسم اللي على الكارد بتاعه ويديله الشوكلت وياخد معاه صورة، والصورة دي حطيناها على الحيطة لحد ما كملت صورة كبيرة للوجو الملتقى وصورة سيدنا البابا. بعد الايس بريكر كان في كلمة للأنبا بافلي عن الصداقة والعلاقات، وبعد كده شفنا المجهود الكبير، المجهود اللي اتحط في الأوبنينج سيرموني. واحنا داخلين الأوبنينج سيرموني كان حوالينا تماثيل من كل البلاد، كان محسسنا ان احنا بنزور البلاد كلها. وبدأت الاحتفال بطابور الأعلام، وبعديها كانت في الكوير، والكواير كان صوتهم حلو قوي وكانت الميوزك جميلة جدا.
وكانوا بيرنموا بكل اللغات، وكنا حاسين ان احنا في اوبرا بالميوزك والعزف والترانيم. ان هذا اللقاء لقاء شباب لوكوس في نسختنا الثالثة Back to the Roots. بعد كده دخلنا على فقرة حلوة قوي اللي هي فقرة التمثيلية، وكانت بروفيشنال، وعملوا المسرحية عن البايبل وقصص منه، وورونا أكتر وأكبر love في الدنيا اللي هو حب المسيح لينا، وده ثيم بتاع الملتقى، فكنا مبسوطين قوي عشان بتفكرنا بالreal love. أحبكم جميعا في ملتقى لوكوس الثالث لشباب الكنيسة الثالثة، وده كان أحلى ختام للحفلة، وحسينا إننا رجعنا لأحلى جذور، جذور المصرية القبطية في ملتقى لوكوس على أرض مصر. كنيستي هي بيتي، هي أمي، هي سر فرح حياتي. أنا اسمي رافايلا ديسكورس من الإمارات، من إبرشية الخليل. يوم الحد ده كان تاني يوم من الملتقى، بدأناه بصلاة ودرس الكتاب والشعار. درس الكتاب كان كل يوم بناخد جزء من الإنجيل بيتكلم عن لغة الحب بتاعت اليوم، كان جميل قوي، وكان دايما بيتعمل بطريقة كرياتيف ومختلفة. الشعار بقى كان شعار حلو قوي قوي، حفظناه، كنا دايما بنقوله واحنا فرحانين، بيتكلم عن جذورنا وبلدنا وكنيستنا العميقة الحلوة. جانا دكتور مجدي يعقوب، ودي كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا. دكتور مجدي يعقوب شخصية ملهمة جدا، عظيمة ومتواضعة جدا جدا، وبسيط قوي في كلامه وتصرفاته. المحاضرة بتاعته كان عن شغله شوية، عن حياته الشخصية وتجاربه في الحياة عشان نتعلم ونستفيد منها. If you're convinced yourself, never give up. كان معي زميله وصاحبه قوي دكتور مجدي إسحاق، وهما الاثنين اتكلموا عن صداقتهم ازاي بدأت وكبرت، كانوا حلوين قوي وعلمونا ازاي الواحد يبقى a true friend لصاحبه. بعدها جانا شاب صغير اسمه مايكل، صاحب شركة ستارت اب اسمها منترا. مايكل كلمته الهدف منها كان ان احنا يبقى لينا هدف في حياتنا، ومهما واجهنا من صعوبات وضغوطات نعديها ونوصل للهدف، ونبقى دايما واثقين من نفسنا وعارفين ان احنا اكيد هنوصل للهدف ده. في الاخر كان في فقرة اسئلة كانوا بيجاوبوا على كل اسئلتنا. بعدها كان في حاجة اسمها لوجوس تالنت شو، بنقدم فيه مواهبنا، اللي كتب واللي رسم واللي لون واللي كان بيغني، اندمجنا مع بعض وكنا بنشجع بعض فيه. يوم الحد ده كان 21/8، فكان ليلة عيد العذراء. نهاية اليوم دي كانت أحلى حاجة، نهينا اليوم بقداس حلوة قوي مع سيدنا في الملعب، كان environment مختلفة. وأنا بصراحة أحلى حاجة عجبتني إن كان حضن الآب محطوط على شاشة كبيرة قوي في النص، فرغم إن إحنا كنا في بيئة مختلفة، جمال القداس والصلاة ما راحش، وكنا مستمتعين قوي بالقداس مع بعض. اسمي جوليا مسعود، وجاية من إبرشية الأنبا بكير في السويد ستوكهولم. في اليوم الثالث من ملتقى اللوغوس ظهرت لي بوضوح قيمتنا الكبيرة وغلوتنا عند البابا تودروس الثاني. بدينا اليوم بلقاء خاص مع رئيس الوزراء، قدرنا نسأل في منتهى الحرية عن الحالة السياسية والثقافية في مصر. بعديها زرنا مدينة العالمين مع وزيرة الثقافة، رحنا كنيسة وجامع ومواقع بنا جديدة مختلفة. بعديها كان مستنينا 5 يخوت فخمين عند مارينا في العالمين، مع لمسة الشمس المصرية، نسيم الساحل الشمالي وطعمة المانجا التازة، ركبنا على أمواج البحر المتوسط. آخر محطة لينا كانت في كنيستنا العظيمة في الإسكندرية. قد
خدام متواضعين عرفونا على كل أماكن السمينة في قلب كنيستنا المركزية. الترحيب انتهى بعشاء كريم ودقت لأول مرة في حياتي الحلو الشعبي الرائع أم علي. في اليوم ده ما دقتش بس حلاوة أم علي، لكن دقت حاجة أغلى بكتير، هي محبة وحنية بابانا توادرس الثاني لأولاده في كل العالم. وقتها قدرت تتخيل محبة بابانا السماوي لينا عاملة ازاي. شكرا يا بابا، بحبك من كل قلبي. جيني جاية من النمسا تبع أبرشية الأنبا جبريل. يوم 23/8 كنا في اللوجوس، واليوم ده كان متقسم في 3 أجزاء. أول حاجة كانت اللوجوس فير، ده كان معرض لكل الحاجات موجودة في مصر إحنا يمكن عمرنا ما سمعنا عنها، زي مثلا كوجي تي في، سانت أبراهام، صفحة رسمية للكنيسة الأرثوذكسية، مدرسة تورانوس، وحاجات كتيرة قوي. وجنب معارض تبع الكنيسة كان عندنا برضو معارض تبع الوطن، زي وزارة الهجرة، وزارة البيئة، وبرضو وزارة السياحة. اللوجوس فير خلانا نتعرف على جذورنا اكتر، وافتكر ان كل واحد فينا كان انترستد في مجال معين اتعرف عليه وعن الناس اللي تبعه، وملا ابلكيشن للحاجه اللي عايز يقدم ويساعد فيها. أحب أشكر قداسة البابا توادرس الثاني والكنيسة القبطية على الهدية اللي هي أهدتها لنا، زيارة 200 من أبنائنا النابهين في العالم. جزء كبير كانت البايبل نايت، وقبل ما اتكلم عليها بتفاصيل حابة أقول إننا عرفنا إن الخدام بقالهم شهور كتيرة بيحضروا ساعتين بايبل نايت. احنا دخلنا مكان عبارة عن 12 بلد، واحد من ال 12 رسول راح فيها وبشر فيها، وكانوا بنين كل بلد فيهم بالديكور والميوزيك بتاعته، وكانوا بيتكلموا على الحالات التبشيرية اللي حصلت فيها. استفدنا منها وعرفنا حاجات كتيرة جدا بطريقة شيكة وحلوة وسهلة للشباب. أسقف لكل واحد في الموضوع. صحيح، برافو عليكم، انتوا نقلتونا في جولة للتاريخ مع المعلومات، مع الجغرافيا، مع التشكيلية بتاع كل مكان. برافو عليكم خالص خالص خالص. نهينا اليوم باجتماع الصلاة، وده كان أجمل حاجة عشتها في اللوجوس. حسيت بوجود ربنا في وسطينا، وإن الآية إذا اجتمع 2 أو 3 باسمي هكون وسطهم تحققت. كنا متجمعين حوالين العالم وقدمنا الـ 12 رسول، وكان كل واحد فينا ماسك صليب وشمع فيه. كان يوم مثمر جدا وجميل جدا، وتعلمنا حاجات كتيرة بطريقة مبتكرة سهلة جدا علينا، قربتنا من ربنا أكتر، وعلمتنا إزاي لما نخدم بعد كده نخدم بطريقة كرياتيف ومحمسة للشباب، وفي نفس الوقت طريقة عميقة. اسمي أنتوني من إنجلترا، تابع أبرشية أنبا أنتوني، وأنا هحكي لكم عن يوم الأربعاء، which was our service day. إحنا ركبنا الباصز بدري ودخلنا على مكان ضخم قوي فيها green areas وbouncy castles وobstacle courses. إحنا استنينا الأطفال يوصلوا، وبعدين لقينا 4-5 باصز arrived وهم مليانين أطفال. لما هم وصلوا أنا حسيت اللي هم كانوا مش عارفين قوي what to expect. إحنا برضو كنا مش عارفين what to expect، بس we wanted to make them feel well. So احنا عملنا صفين والاطفال عدوا، واحنا عمالين نسقف ونصوت عشان نرحب بيهم. احنا كلنا كنا مسؤولين عن 2 children to make sure that they are happy، ونلعب معاهم اليوم كله ونشوف لو هم عايزين اي حاجة. انا كان معايا 2 boys وانا بقيت very good friends with them by the end of the day. بعد كده دخلنا جوه، وبعض من الجروب عملوا مسرحية لذيذة قوي، ولقينا الاطفال بيبدأوا يضحكوا وبيفكوا شوية. بعد كده اليوم وكل الالعاب ابتدت. كنا متقسمين على كذا جروب، وكل جروب عملوا كل activity، وكان في
activities there are bouncy castles, وكورة وسباق وأبستكل كورسز ورسم وبينتينج. كان في حاجات كتيرة قوي، والحقيقة الأطفال وإحنا برضو انبسطنا جدا جدا. وأنا لما بفتكر اليوم ده، الكلمة الوحيدة اللي في بالي to summarize the day is الضحك أو laughter. ولما سلمنا على الأطفال كنا زعلانين، بس this is proof اللي إحنا قضينا يوم حلو قوي مع بعض. بعد كده رجعنا للوغوس وجهزنا علشان الوعظة بتاع يوم الأربعاء بتاع البابا. أنا مامتي ساعات بتفرج على الوعظة دي في التلفزيون، وفجأة أنا لقيت نفسي في الوعظة. البابا ادالنا وعظة، وبعدين الحاجة اللي أنا حبيتها قوي في الملتقى كلها، البابا كان على طول بيدينا opportunities اللي احنا نسأل أسئلة. والحاجة اللي في بالي اللي لسه دلوقتي إجابة هو رد لواحد سأله: قداستك عندك advice احنا نعمل ايه لما في big أو difficult decision في حياتنا؟ والبابا رد إجابة بسيطة بس قوية قوي. هو قال في أربع حاجات يساعدنا لما احنا بنعمل difficult decisions: الصلاة، الوقت، مشورة، والسلام. وأنا في حياتي دلوقتي بعمل difficult decision، والرد ده لسه في بالي لغاية دلوقتي. المحبة أعظم من الصلاة، لأن الصلاة واحدة من الفضائل، أما المحبة فهي أم جميع الفضائل. ودي حاجة in general عجبتني قوي في الإجابات والمشورة بتاع البابا، اللي هو كان بيدي advice سهل وبسيطة، ما حسيتش بالconfusion، بس حسيت اللي دي ممكن حاجة achievable وحاجة عاملها. بعد كده كان في ترانيم وموسيقى professional قوي، وصلينا ورنمنا مع بعض، وكانت ختام حلوة قوي ليوم عظيم في لوغوس. جانين مشرقي من فرنسا، إبراشية باريس وشمال فرنسا. يوم 25 رحنا عابدين بالاس، كانت حاجة فخمة جدا. أنا حبيت الجانب الفني اللي كان في القصر، وقد إيه كل أوضة كانت مميزة عن التانية. بعد ما خلصنا زيارة عابدين بالاس، رحنا الكاتدرائية المرقسية. استقبال كبير من الكشاف، وسمعنا أجراس الكنيسة وإحنا داخلين. أهلا بيكم في الكاتدرائية. بس أحلى حاجة كان لما شفنا قداسة البابا اللي كان قاعد مستنين على الدكة وبيرحب بينا، وإزاي أخذ من وقته عشان يشرح لنا اللي في الكاتدرائية ويجاوب على أسئلتنا. بجد حاجة لمست قلبي. بعد كده كان في عشاء مع السفراء والأساقفة. السادة الضيوف الكرام، أحبائنا الشباب في كل أنحاء العالم، أهلا ومرحبا بكم في منتدى اللوغوس الثالث للشباب الكبري، العودة للأسود. مصر هي البلد التي نشأت فيها وصار فيها التاريخ الممتد والحضارة الغنية. كل جروب كان قاعد مع السفير بتاع بلد، أنا كنت مع الجروب اللي كان قاعد مع السفير بتاع فرنسا. بعد ما خلصنا زرنا المزار بتاع سامارخ والبطرسية. بعد كده مشينا عشان نروح المطار نركب الطيارة لأسيوط. بجد كان يوم جميل جدا. أنا
اسمي لؤى سليمان من أمريكا، ببروشية نيويورك ونيو إنجلند تبع الأنبا ديفيد. يوم 26 أغسطس صحينا بدري ناخد بركة التسبيحة في دير درونكا. دي كانت خبرة وبركة عظيمة إن احنا نتسبح بصوت واحد، نصلي القداس في جوا نفس الجبل، المكان اللي العائلة المقدسة زارها. ركبنا الباص، روحنا دير المحرة وشوفنا الكنيسة الأولى للمسيح نفسه قدسها. وصلنا وادي نترون واللوجوس الساعة 2 الصبح. رغم ان احنا ابتدينا اليوم من بدري، كنا شاركنا كلنا بالفرح والاتهاد وحب، وما كناش حاسين خالص بالتعب. باليوم ده فهمت اكتر واكتر الكلام اللي ربنا بيقول: مبارك شعبي مصر. اسمي بشوي تدرس، ابن من شباب بورشية سيدني تبع الأسقفية سيدنا أنبا دانييل في أستراليا. يوم 27 أغسطس من ملتقى لوغوس الشباب سنة 2022 اتأكدت من شعور كان بيزيد من أول يوم دخلت فيه لوغوس. محبة وخدمة وعلم وعمل وروحانية كانوا بيخلوني أشعر إن أنا في جذوري فعلا. كنا بنرتوي كل يوم بمحبة قداسة البابا، بابا أنبا توادروس. قداسة البابا كان دايما شعاره أن المحبة لا تسقط أبدا، والخدام بتعبهم وشغفهم ومحبتهم الكبيرة شعارهم كمان كان إلهنا إله نظام، وده كان بيخليني أشعر بالأهم وبالأكتر بوجود ربنا يسوع المسيح لكل المجد وسطنا. الساعة 10 في اليوم ده صلينا وفطرنا أغابي مع بعض، والساعة 11 في نفس اليوم أخذنا بركة كلمة تصوني ميري بوكتور، وتصوني كزوجة كاهن اتكلمت معانا عن نعمة ربنا اللي بتزيد في النجاح اللي احنا بنطلبه كشباب وبنسعى ليه، وان ازاي نعمة ربنا بتزيد لما سقف طموحنا بيزيد، لان سقف الطموح بيجي معاه تعب، بيجي معاه ضيقات، لكن نعمة ربنا مش بتسيبنا طالما احنا قلبنا متجه ان احنا نمجد اسمه القدوس. الساعة 12:30 جه وقت جميل جدا، قداسة البابا كان قاعد معانا في تصفيات المواهب، وده كان برنامج مجهزه لنا الخدام على مدى الأسبوع، وفي الوقت ده جه وقت التصفيات. كنا كلنا فخورين بالمواهب اللي ربنا حاططها فينا نمجد بيها اسمه القدوس، وأنا كنت فخور إن الشباب مليان مواهب ومليان شغف وطاقة. الساعة 2 جه وقت من رأيي الشخصي كان أهم وقت وأهم مناسبة أنا منتظرها في الملتقى، هو وقت الجلسة الرسمية للتدقيق في آراء واختلافات وصعوبات واقتراحات وتعريف الخمس مواضيع اللي تم نقاشها في ندوات الملتقى. وفي النهاية في الجلسة الرسمية تم اختيار فردين من كل مجموعة ناقشوا فيها بتدقيق كل آراء الشباب وكل الكلام اللي قالوه، وسجل كل هذا الكلام مكتوب في وثيقة بحضور سيدنا البابا ومضى عليها كل الحاضرين. وهنا كل الشباب شعروا بالحب، بأنهم مسموعين، وبأنهم بالأكتر متخاف عليهم. وجي وقت ابتدينا نشعر فيه كلنا ان خلاص الوقت في لوغوس قرب يخلص، لكن الخدام في وسطنا دايما قربوا لينا وجهزوا لنا حفلة ختام جميلة جدا، وعرضوا علينا لقطات مع قداسة البابا في خلال الأسبوع وفي أرض مصر وفي لوغوس وفي الأديرة وفي كل حتة رحناها، وأكلنا وجبة عشاء مع قداسة البابا بحضور أباء أساقفة أجلاء، وحضر وسطنا شباب من اللوغوس ملتقى لوغوس الأول سنة 2018، وأخذنا شهادة من يد قداسة البابا أنبا توادروس وهدية مكتوب عليها الاسم الغالي مصر ب70 لغة مختلفة، وأخذنا صور كتير للذكرى، وبكينا بصحيح إننا هيوحشنا إننا نكون في وسط الأديرة وسط تراب مقدس في قلب لوغوس على أرض مصر. يا مشحاتي من قلب لبنان تابعة لأبرشية القدس والشرق الأدنى، صدقوني وأنا عم سجل هيدا الفويس والدمعة محصورة بعيني، لأنه هيدا النهار يلي رح أحكي فيه هو أصعب نهار، يلي كان ب 28/8/2022 آخر نهار بالملتقى، لأنه فجأة منلاقي حالنا خلص قدام آخر الطريق مطرح ما رح تتصافح إيدينا وتغرق عيوننا بالدموع. ما بعرف كيف رح بلش، لأنه من الأساس ما نمت هيدي الليلة، بس تأستغل وقت أكتر وأجبع من كل خي أخت كانوا موجودين. ما كنا مصدقين انه رح نفل عن جد، لوقت ما اجى الصبح والشناتي صارت معباية الريسبشن وبلش لوغوس يفضى شوي شوي. رغم الحزن وألم الفراق يلي كنا عم نعيشه، بس كنا وبعدنا على أمل اللقاء.
مزبوط. تركنا بيتنا التاني لوغوس، المكان يلي ترك بصمة كتير حلوة بقلب كل واحد فينا، مستحيل تمحيها غبرة الأيام. وعدنا بعض نحافظ على هيدي البصمة ونبقى عائلة كتير كبيرة بين كل العالم، حتى لو متفرقين بس بتجمعنا على طول روح القلب يقف. شكراً لإنكم علمتونا معنى الوطن الواحد ومعنى الروح الوحيد ومعنى المحبة. أنا هفضل طول عمري أحكي عن اللي شفته والفرح اللي فرحته في الأسبوع اللي فات. وده كان الهدف من توجيهات قداسة البابا لينا كلنا، ان احنا عايزين نعرف الشباب دولة ان مصر فيها حضارة حلوة، فيها كنيسة قبطية قوية، كمان مصر فيها حاجات حديثة كبيرة اتعملت. فكان ده هدفنا في الملتقى في التوزيعة الخطة بتاعة الاسبوع اللي احنا بنقضيه مع الشباب، فبنعرفهم مصر من كل النواحي التلاتة دول. القس يوسف داود كاهن كنيسة ملاك ميخائيل بمصطفى كامل بإسكندرية والمنسق العام لملتقى لوغوس الثالث 2022. من يعرف الحب يفهم الحياة.